السلام عليكم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أهلا ومرحبا بحضراتكم جميعا، وأدعو الله إن شاء الله إن أنتم تستفيدوا من محاضرتنا اليوم. الموضوع الرئيسي اللي هنتكلم فيه هي أسس وقواعد صنعة الترجمة. قبل ما نبدأ في تناول المحاضرة، في نقاط كده هنحددها مع بعض عشان يكون في نظام نقدر نمشي عليه في باقي المحاضرات. في البداية اللي هنشرحه في المحاضرة دي واللي هنتدرب عليه بإذن الله في المحاضرات القادمة بيتناول أسس وقواعد صنعة الترجمة. ده معناه ان احنا مش هنشتغل على لغة واحدة، لكن هنبدأ اننا ندرس القواعد والأسس اللي ممكن ان هي تطبق على كل اللغات. بمعنى اننا مش هنشرح ترجمة من لغة كذا الى لغة كذا، لا، احنا هنهتم بالقاعدة الأساسية اللي على أساسها أي مترجم بيشتغل على أي زوج من الأزواج اللغوية ممكن إن هو يطبقها ويشتغل عليها. طبعا حضراتكم مرحب بيكم وبكل أسئلتكم واستفساراتكم، لكن أنا ليا رجاء في حالة الرغبة في السؤال ممكن حضراتكم تكتبوا السؤال في الصندوق المخصص ده أثناء المحاضرة، وحتى بعد المحاضرة اللي يحب فيكم يرسل أي سؤال يا مرحب بيه. أنا مسجل البريد الإلكتروني بتاعي وما عنديش أي مشكلة في إن أنا أستلم منكم أي أسئلة أنتوا حابين إن تسألوها. الأمر الآخر كنقطة تنظيمية، يا ريت في حالة إذا حبيتوا ترسلوا الأسئلة بتاعت حضراتكم تخلوا الرسالة ليها عنوان، لأن غالبا البريد الإلكتروني اللي بيوصلني من غير ما يكون لي عنوان، البريد الإلكتروني هتلاقوه مسجل في آخر العرض التقديمي البرزنتيشن. وعامة أنا هكتبه لحضراتكم مسألة التسجيل. أنا ما عنديش أي مشكلة إن حضراتكم تسجلوا وتحتفظوا بالتسجيلات، لكن أنتوا عارفين إن أحيانا الواحد لما بيبقى وسط إخواته وزمايله من الطلبة أو المتدربين بيكون لأن دي طريقتي في الشغل، أنا ما بحبش إن أنا أكون محاضر واقف بيرص كلامه بس، لا، بحب إن أنا أتفاعل مع المجموعة الموجودة.
فرجاء الوحيد انه في حالة الرفع تاخدوا بالكم من ان في بعض النقاشات اللي طبعا لا يصح ان هي تظهر امام الناس، لكن مش معنى كده ان انا هسمح لا لنفسي ولا لاي حد ان يكون في نقاشات خارجة عن اطر التعليم. نبدأ على بركة الله. جاهزين؟ بالنسبة للمواعيد إن شاء الله هتكون السبت والثلاث من كل أسبوع الساعة 6 بتوقيت القاهرة، كويس إن في حد من الدعم الفني موجود عشان لو فيه أي مشكلة، ويا ريت لو صوتي أنا مش واصل للسواد الأعظم أو الغالبية من حضراتكم فقط نبهوني. توكلنا على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. البرزنتيشن ظاهرة قدامكم. طبعا الشريحة الأولى اللي هي شريحة العنوان هنقف قدامها شوية عشان نعرف احنا هنشتغل على ايه بالظبط. أسس وقواعد صنعة الترجمة. اذا فاحنا بنتكلم على المبادئ الجوهرية. طب في واحد منكم بيقول مفيش حاجة ظاهرة غير بيانات الكورس. ده عند الكل؟ البرزنتيشن مش ظاهر عند الكل؟ طيب. عامة إن شاء الله البرزنتيشن نفسها هنشوف وسيلة برضو ونرفعها بحيث إن هي طيب مقدمة، وبعد منها هتلاقونا بنسمي بسلم على حضراتكم، وبعدين الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. الآية الكريمة تناولت قضية مهمة جدا، وهي أن الله سبحانه وتعالى أراد ان هو يضرب للناس آية، فكانت من ضمن آياته عز وجل اختلاف الألسنة وأتبعه اختلاف الألوان، وذلك لحكمة وهي ان ربنا سبحانه وتعالى حين خلق الإنسان جعل لكل مجموعة أو لكل أمة لغة بتستخدمها في التواصل ما بينها وما بين بعض. أنا كده انتقلت للشريحة الثانية اللي فيها قواعد المشاركة اللي أنا قلتها لحضراتكم، وهي قواعد تنظيمية مش تحكمية على الإطلاق. الأخ محمد غنايم بيقول ممكن نقفل الشات مؤقتا لحين فتح باب الأسئلة. تمام، هو اللي مش هقفل الشات من عندي، بس اللي أتمناه من حضراتكم إن ما يكونش فيه ضغط على الشات إلا إذا استلزم الأمر السؤال. أنا مش عايز أصادر على حرية تواجد المجموعة، وأعتقد إن الالتزام لما يكون نابع مننا هيكون أفضل من إن هو يكون قيد إجباري على المجموعة.
نرجع نكمل. خلاص توكل على الله. اذا كان ممكن ان احنا نقفل الشات، بس ده انا مش هحس بيكو كده يعني، مش هعرف اذا كنت متواصل معاك ولا لا. فخلوا الشات موجود، واذا كان في سؤال يستدعي الانتباه او الرد هرد عليه. بشكر لحضراتكم الترحيب، وربنا يوفقنا باذن الله. او انا اتعمدت ان هي تكون بعد صلاه المغرب علشان يبقى عندنا متسع لصلاه العشاء. هرجع للشريحه اللي احنا فاتحينها دلوقتي، واللي بتبدا: من تعلم لغه قوم امن مكره. طبعا في البعض قد يظن ان هذا حديث، لكن الواقع انه ليس حديث، وانما هو قول مأثور. وبرغم ان احنا المحاضره هتكون ساعتين ان شاء الله، وبرغم ان احنا لا يعنينا في الوقت الحالي بحث مرجعيه هذا القول المأثور، لكن تعالوا ننظر ليه بشيء من التدبر. من تعلم لغة قوم أمن مكره. إذن فتعلم اللغة له فوائد، أهمها أنك بتأمن جانب من يتحدثون لغة غير لغتك، وبالتالي بتحقق لنفسك حاجة أساسية بيحتاجها الإنسان، وهي الشعور بالأمان. طيب، صفي الدين الحلي قال بيتين شعر، اهو ان شاء الله هيكونوا ساعتين بالظبط. صفي الدين الحلي قال: بقدر لغات المرء يكثر نفعه، وتلك له عند الشدائد اعوان، فبادر الى حفظ اللغات مسارعا، فكل لسان في الحقيقة إنسان. هنا دعوة من صفي الدين الحلي إن احنا نقبل على تعلم اللغات، وبيشير إلى جزء مهم، إن كل لغة إنما تعبر عن مجموعة إنسانية. كل لسان في الحقيقة إنسان. إذن فكل لغة بتعبر عن المتحدثين بها، بتعكس لنا ثقافتهم، بتوضح لنا علومهم، بتجسد الفكر الإنساني من خلال لغة معينة. بندر بيقول: words have a longer life than deeds. كتير قوي بنسمع ان المهم الافعال مش مهم الاقوال، لكن الحقيقة ان الاقوال بتعيش اكتر من الافعال، وبيكون تأثيرها ابلغ واعمق. فاذا قام الانسان بعمل معين، مع الايام بيبدأ العمل نفسه تنتابه عوامل التعارية، ويبدأ يتغير وفق عوامل الزمن والتقدم. أما الأقوال يا سادة اللي بيتكلمها الناس بأي لغة كانت، من الأهمية بمكان أننا نعتبرها نقاط انطلاق للفكر الإنساني. ومعنى ذلك إن ممكن القول يكون قد مر عليه مئات السنين وربما آلاف السنين، لكنه لا يزال له قيمة، خاصة ما يتعلق بالأقوال التي تبني الفكر الإنساني. طيب كده اتكلمنا عن أهمية اللغة، اتكلمنا عن إن اللغة هي التي تعبر عن الإنسان، اتكلمنا
عن ان الاقوال قد تبقى اكثر مما تبقى الافعال. اذا انتقلنا للشريحة التالية فبنجدها بتتناول ما يتعلق بدراسة اللغة ودراسة الترجمة. في كثير من الناس بيخلطوا بين عملية دراسة اللغة ودراسة الترجمة، وده بيطرح تساؤل عند المترجم، فبيسأل نفسه ويقول هل أنا مترجم أم لغوي أم أنا الاثنان معا؟ قضية مهمة إن المترجم يحدد هويته، لأنه لو عرف وظيفته ودوره بالتأكيد هيقدر ان هو يقوم بالمهمة بتاعته على اكمل وجه. على العموم هي الصورة حتى لو مش واضحة عند المجموعة اللي بتقول ان الصورة مش ظاهرة، هو انسان صورة التمثال بيفكر انا مترجم ولا لغوي ولا الاثنين مع بعض. تعالوا نشوف التساؤل ده هيقودنا هيقودنا نحن نتكلم عن المترجم واللغوي علشان نشوف ايه الفارق ما بين الاثنين. وازاي ان المترجم بيتميز عن اللغوي. بالنسبة لعلم اللغويات هنجد ان هو بيهتم بدراسة اللغة وتطبيقاتها، واللغوي هو شخص بيدرس خصائص اللغة تراكيبها ويقارنها باللغات الأخرى. وعلى ذلك هنجد ان اللغويات بتدرس مستويين من مستويات اللغة، او اللغوي نشاطه بيمس مستويين من مستويات اللغة. الأول ما يتعلق بشكل اللغة والتراكيب الخاصة بكل لغة. المستوى الثاني هو معنى اللغة ذاتها، طرق استخدامات اللغة. إذن فاللغة بيقوم بجمع المادة اللغوية، يكون النظريات عن هذه المادة اللغوية، وبعد كده بيختبرها كي يصل إلى حقائق حول اللغة. إذن فصنعت اللغوي مهتمة أو منصبة على المادة اللغوية ذاتها. للشريحة اللي بعد كده هتجد فيها صورتين، صورة يد بتعتصر ليمونة وصورة كاس مليان بعصير الليمون. انا فكرت في ان افضل نموذج ممكن يختصر لينا الفارق بين اللغوي والمترجم هو اني اضع لحضراتكم الصورتين دول ونشرح ليه انا اخترت الصورتين. اذا نظرنا للصورة اللي بيتم فيها اعتصار الليمونة واعتبرنا ان اللغة هي اشبه بالليمونة، فنجد ان اللغوي بيعتصر اللغة، بيسعى بكل الطرق إلى استخراج جوهر اللغة. لكن لما ننتقل
للحديث عن المترجم. طبعا مش المترجم هو اللي بيشرب عصير الليمون، لا، لكنه هنا هو اللي بيصنع عصير الليمون. بياخد الأجزاء اللي قام اللغوي باستخلاصها واستخراجها من اللغة ليضيف فيها مكونات أخرى، لأن عصير الليمون زي ما حضراتكم عارفين هو مش مجرد المادة المعصورة من الليمون فقط، لكن بقى فيه مية، بقى فيه سكر، بيبقى فيه بعض الإضافات الأخرى التي لا تتوقف على ما قام اللغوي باستخراجه. إذن فاللغوي بيضع محددات اللغة، بيحدد أنماطها، بيحدد أساسياتها، بيحدد القواعد الحاكمة للغة. أما المترجم كنا بنتكلم عن المترجم واللغة عشان نميز بين استخدام المترجم للغة وعلاقته بيها وعلاقة أي فرد آخر من المتعاملين في إطار اللغة بيها. هرجع عشان اللي فات وما سمعش الجزئية اللي كنت بتكلم فيها. كنت بقول ان مهارات اللغة، مهارات دراسة اي لغة، اي حد فينا لما يحب يدرس اي لغة فبيكون التركيز على اربع مهارات اساسية. اولها الاستماع، يليها التحدث، ثم القراءة، ثم الكتاب. لكن لو نظرنا الى مهارات اللغة هنجد ان هي جزء من المهارات الموجودة في عملية الترجمة. فعملية الترجمة بتتطلب الإلمام بمهارات اللغة، يبقى لازم يكون عندنا استماع جيد، تحدث جيد، قراءة جيدة، كتابة جيدة. ولما بقول كلمة جيدة ده الحد الأدنى اللي مفروض يكون عليه المترجم. بالإضافة للمهارات اللغة دي لابد يكون عنده مهارات مهنية، والمهارات المهنية دي اللي هنتكلم عنها بالتفصيل في المحاضرات القادمة. والأمر لا يقتصر عند المهارات المهنية فقط، بل هنالك مهارات شخصية، لأن مش أي حد ممكن يكون مترجم. تعالوا نوصل لحقيقة مهمة ونشوف هل دراسة لغتين يكفي اني اكون مترجم. تعالوا نشوف مثالين انا مجهزهم لحضراتكم وبعدين نرجع نكمل. الصورة او الشريحة اللي انا وقفت عندها هنجد فيها عنوان: ليس كل من تحدث لغتين يمكن اعتباره مترجما. طيب اتمنى ان الصور تكون واضحة عند حضراتكم. قدام الصورة الاولى لطبيب، تانية لمجموعة من السياح في الهرم، والشخص اللي راكب جمل منهم ده مرافق، والصورة اللي تحت مجموعة أشبال من اللي موجودين في المنطقة السياحية إلى جوار الهرم. لو بصينا للأنواع دي أو للأشخاص دول هنجد إن كلهم بيتكلموا لغة تانية إضافة للغة العربية.
الطبيب لو خدنا طبيب عربي او مصري هنلاقيه بيتكلم العربية لان دي لغته الام، لكن ده لا يمنع انه بيكتب الادوية بتاعته، بيشخص الامراض بلغة غير العربية. طيب الاخ اللي موجود مع السياح دول برضو بيتكلموا لغة، وما تستغربوش ان المجموعة مثلا اللي بنتكلم عنها زي الموجودين في منطقة الهرم ونزلة السمان بعضهم لم يدخل المدرسة ولم ينل حظا من التعليم على الإطلاق، ومع ذلك بيتحدثوا مش شرط لغة واحدة كمان، يعني الولد الصغير اللي مع الحصان ده ممكن نلاقيه بيتكلم 3-4 لغات وممكن يكون ما يعرفش يكتب اسمه. إذا فمسألة إن الإنسان يكون قادر على التحدث بلغتين ليس صك اعتراف به كمترجم. ليه؟ لأن المجموعات اللي حضراتكم شايفينها قدامكم هي مجموعات بتتكلم اللغتين في إطار محدود، إطار التواصل لغرض معين، الدكتور عشان يكتب الروشتة، عشان يسمي الأمراض، عشان يعطي التشخيص، والمجموعة اللي بتختلط بالسياح والأجانب، والمجموعة اللي بتختلط بالسياح والأجانب برضو بيعرفوا لغات بما يفيد النشاط بتاعهم. لكن خلاصة القول في الموضوع دوت يتكلم بلغتين ممكن انه يكون مترجم. طب الامر ده يتضح امتى؟ يتضح اكتر لو انتقلنا للشريحة اللي بعدها. تعالوا نشوف بالنسبة للشريحة اللي موجودة حضراتكم شايفين خريطة افريقيا، ما تستغربوش مؤكد انا مش هشرح لكم اللغات الافريقية، لكن تعالوا معانا نعرف ليه حطينا الصورة دي. في افريقيا يا سادة بتوجد دول لغتها الرسمية هي لغات اجنبية، يعني مثلا نيجيريا وكينيا وأوغندا وغانا والكاميرون وملاوي وسيراليون وراويندا وليبيريا، دول اللغة الرسمية فيهم اللغة الإنجليزية. طيب اللغة الفرنسية بنجد فيها أو بنجد الدول اللي بتتحدثها بوروندي، تشاد، الجابون، رواندا، زائير، السنغال، ساحل العاج. حتى اللغة البرتغالية لها مكان في القارة الأفريقية، وده طبعا نتيجة للأوضاع الاستعمارية. طب الناس اللي بتتكلم اللغات دي هل هم استطاعوا أن يحققوا قدر من الإنجاز العلمي بنفس درجة اهل اللغات الاصليين؟ نبسط السؤال شوي. هل الناس اللي في نيجيريا وفي كينيا وفي اوغندا وفي غانا والكاميرون اللي بيتكلموا انجليزي ودي اللغة الرسمية بتاعت بلادهم قدروا يوصلوا لنفس مستوى الرقي والتطور الموجود في الدول الغربية اللي بتتكلم انجليزي؟ لا طبعا. وكذلك الامر بالنسبة للمجموعة اللي بتتكلم فرنساوي او برتغالي. من ذلك نستخلص نتيجة مهمة جدا، انك
لما تتكلم اللغة ده مش معناه انك وصلت لنفس المستوى الفكري لأصحاب اللغة. فبينما نجد ان في دول بتتكلم اللغات اللي اشرنا اليها وهي لغات علم ولغات تطور ولغات حضارة، الا انهم لم يستطيعوا الوصول الى هذا القدر من الحضارة. ليه؟ لان استخدامهم للغة قائم فقط على التواصل فيما بينهم. وحده المترجم هو القادر انه يحول التداول لهذه اللغات شيء بيؤثر على الفكر الانساني لشيء بيؤدي الى نهضة وتطور وتقدم البشرية. يبقى مسألة إيجاد لغة أجنبية ليست هي العامل الرئيسي ولا هي الفيصل في تحديد إذا ما كان الشخص اللي بيجيد لغة أجنبية ممكن يكون مترجم أو لا. فليس كل من أجاد لغة أجنبية يمكن أن يكون مترجما، والدليل وضحته لحضراتكم في المجموعة اللي بتستخدم اللغة الأجنبية لتسير أمورها المعيشية وأنشطتها، زي الأطباء وزي بعض الإخوة في الأماكن السياحية. ووسعنا التطبيق شوية فنظرنا إلى الدول اللي بتتحدث لغات غير لغتها الأصلية وبتعتبرها لغة رسمية فيها، لم يستطيعوا الوصول إلى مستوى عالي من الحضارة والرقي. وأكدنا على جزء مهم جدا اللي هو إن المترجم وحده دونا عن كل من يتعاملون في إطار اللغة هو القادر على دفع عجلة الحضارة الإنسانية للأمام. هتوقف أمام سؤال قاله الضيف رقم 269: كيف نكون مترجمين محترفين؟ الدورة دي كلها وكل المحاضرات اللي فيها هتكون إجابة على السؤال ده. مسألة احتراف الترجمة ومسألة ان احنا ننظر للترجمة نظرة مهنية، ده اللي احنا هنناقشه على مدار المحاضرات كلها. وعدي لحضراتكم اني لن ابخل عليكم بسر الصنعة كما يقولون، ولن اضن بمعلومة، وسأتقبل منكم أي سؤال شريطة أمر واحد فقط: نحن في شغلنا لازم ما نحطش تصورات مسبقة. يعني أنا متأكد إن في مجموعة من حضراتكم كانت جاية النهاردة وحاطة في دماغها الآتي: طيب احنا هنتكلم عن الترجمة، طب هنشرح بأنهي لغة، طيب النصوص اللي هناخدها هتبقى من لغة ايه لغة ايه، هل المجالات هتكون محددة. كل الأسئلة دي كانت في دماغكم. واللي عايز اقول لحضراتكم وهيكون ده إجابة على سؤال الأخت: ترجمة تختلف من لغة إلى أخرى؟ لا، وده اللي هنثبته مع بعض بإذن الله طوال المحاضرات القادمة. واللي هتكتشفوه إن في مفهوم جديد ونظرة أخرى
مغايرة للنظرة التقليدية اللي حضراتكم متخيلينها عن الترجمة وصنعتها. اللي عايز اقول لحضراتكم ان دوري معاكم ان انا احولكم من دارسين نظريين لعلم الترجمة الى ممارسين مهنيين. هنكتشف مع بعض ايه هو عالم الترجمة. بدأت الأسئلة، هل الترجمة موهبة أم تكتسب؟ طيب إزاي ننمي اللغة؟ طب إيه رأيكم تخليكم معايا ونشوف إذا كان في المحاضرة دي والمحاضرات اللي بعدها هقدر أجاوب على السؤال دوت ولا لا؟ طبعا أنا مش هقول ان انا بعدت عن محتوى المحاضرة، لكن في بعض الاسئلة اللي بتسترعي انتباهي ولازم ان انا ارد عليها في وقتها، زي تعليق الاخ خالد لما بيقول لازم تكون حافظ كلمات كتير. انتوا كده سامعيني؟ طيب الاخ خالد بيقول ان احنا لازم نكون حافظين كلمات كتير. تعالوا نقف عند المفهوم ده واللي لازم نصححه. نصححه ازاي؟ اول شيء يا سادة ان لو العملية لحفظ كلمات كتير في واجب ما تلاقوش، ان لو العملية كتير لكان القاموس افضل مترجم في الدنيا. اظن القاموس بيحتوي او بيتضمن على كل او معظم الكلمات المستخدمة والكلمات المستخدمة دايما بنجدها في القواميس. فاذا كانت الامر يا اخ خالد بقدر ما يحفظه الإنسان من كلمات لكان القاموس هو سيد المترجمين. ده أمر. الأمر الآخر إن لو العملية قايمة على قدر ما يحفظه الإنسان من كلمات لما احتاج الشخص في أي لغة إنه يلجأ لقاموس في لغته. يعني لما هاجي أتكلم مع صديقي الإنجليزي هنكتشف ان هو نفسه لا يعرف كل كلمات اللغة. اذا وعشان ما ننثرش في قضية جدلية خلي موضوع حفظ الكلمات ده هيجي وقته، لكن نرجع لان كل الافكار اللي حضراتكم عرضتوها هيكون لها ردود، لكن يعني كل اسئلتكم دي هجاوب لكم عليها. سيد خالد حتى لو انت حافظ بضع كلمات بعون الله ان شاء الله هتكون مترجم، وما تقلقش من العملية دي وانا هوري حضراتكم ازاي. خلي بس اللي في دماغكم دلوقتي عشان اقدر اواصل مع حضراتكم المحاضرة. افتكروا المثل الغريب ده، ان لو العملية بحفظ الكلمات لكان القاموس سيد المترجمين. طيب تمام يا استاذ محمد غنايم، هنرجع نكمل المحاضرة.
تعالوا نقف. هو انا طبعا انا مش متجاهل التعليقات بتاعت حضراتكم، لكن انا هحاول ان يكون تركيزنا على الخط اللي احنا ماشيين فيه، والخاص بدراسة اسس وقواعد اللغة. فارجو ان محدش يعتبر عدم اجابتي على الاسئلة الان هو نوع من انواع التجاهل، بالعكس كل افكاركم لها تقديرها واحترامها عندي، ويعلم الله ان انا موجود مع حضراتكم حبا في ان انا اضيف لكم بعض علم واعدل بعض التصورات، وان شاء الله نوصل في النهاية للنتيجة اللي حضراتكم عايزينها. خلاص، هيكون اخر ربع ساعة باذن الله هو المحدد للاسئلة، ده امر. الامر التاني، اذا ما لحقتش ارد على تساؤلات حد في حضراتكم، يا مرحب بيكم بعتولي اي تساؤل او تعليق على الايميل، وهو رجاء صغير لان انا بيجيلي رسائل كتير، فضلا حددوا بس في عنوان الرسالة تساؤل بخصوص كذا او كذا، هكون شاكر جدا. طيب نرجع نكمل كلامنا عن المترجم واللغة. عرفنا ان وظيفة اللغوي هي جزء من وظيفة المترجم. إذن فجزء من صنعة المترجم انه لابد يكون على اطلاع بما يتعلق بلغة الهدف ولغة المصدر. طبعا المصطلحات دي هنحددها وهنتعامل معها. هو انا فرحان ان حضراتكم كلكم بسم الله ما شاء الله يعني حاسس ان انتوا عندكم شغف بالموضوع، وده امر هيخليني ان انا اتعامل معاكم كأن احنا في رحلة عشان نكتشف عالم الترجمة. مش عايز اصدمكم واقول اللي حضراتكم يمكن ما تحتش الفرصة ليكم ان انتوا تتجولوا فيه. طيب نرجع للمترجم واللغة. معرفة اللغة هي جزء من صنعة المترجم. انا كمترجم صنعتي قائمة على بعض الركائز. عشان ما تشغلوش بالكم بالايميل، الايميل هتلاقوه في اخر صفحة في البرزنتيشن وانا هثبتها، حضراتكم ممكن تنقلوه كويس تفاديا لاي خطأ فيه. يبقى جزء من صنعتي كمترجم متعلق بالممارسة في إطار اللغة، بيشير إلى أن الترجمة بتتأثر بسمات المترجم. ده معناه إيه؟ لما نيجي نبص للغوي، اللغوي بيتعامل مع محددات، مع أشياء ثابتة، ما بيكونش فيها أي مجال للتأثر بشخصية اللغوي على الإطلاق، لأنه بيتعامل مع حقائق. أما المترجم فبيتعامل مع اللغة من واقع إنساني وفقا لمدركاته الخاصة وصر عليه، وده اللي هنشوفه لما نبدأ نتعمق شوية ونشوف ايه اللي بيتم اثناء عملية الترجمة. طب من الحاجات التانية اللي بتفصل المترجم عن اللغوي انه لابد يكون عند المترجم المام شامل بخصائص ومكونات وثقافة اللغة، في حين ان اللغوي
لما بيتعامل مع مفردات أو تراكيب اللغة بيتعامل معها وفق قواعد محددة، لكن المترجم بيتخطى حدود التعامل مع مستوى اللفظ، لأن المترجم ما بيتعاملش مع اللفظ فقط، في أشياء تانية أكتر وأبعد وأعمق من اللفظ بيتعامل معها المترجم. المترجم بيحتاج إنه يكون لديه حس لغوي، إذن فهو هنا بيتفق مع اللغوي، وحس فني وحس ثقافي. المترجم يحتاج إلى العلم باللغة لازم يكون عارفها، وعلم إضافة إلى الثقافة ذاتها. طيب بالنسبة إن مفيش صوت، هل ده عند الكل؟ طب الحمد لله. تمام. تعالوا نقف قدام الصورة دي. الأستاذ خالد لما اتكلمنا عن حفظ الكلمات، وزي ما قلت لحضراتكم البعض بيظن ان المسألة هي حفظ كلمات. طيب ما الدكتور حافظ كلمات، الدكتور الطبيب يعني حافظ كلمات، لكنه ما ينفعش يكون مترجم، واذا ادينا له حتى الروشتة اللي هو كاتبها بخط ايده مش هيطلعها لنا باسلوب ينفع ان احنا نقول عليه ان هو ترجمة. والاخ اللي بيشتغل في منطقة الهرم او بيشتغل مع السياح برضه حافظ كلمات، لكن ما ينفعش ان انا اقول عليه مترجم. تعالوا نشوف الاتي. زي ما انا حاطط في الصورة اللي قدام حضراتكم انك حتى لو حفظت القاموس، وبكررها حتى لو حفظت القاموس، وده مستحيل على فكرة، مفيش حد في الدنيا حافظ قاموس اي لغة من الالف الى الياء، لكن اذا افترضنا ان في شخص حفظ كل الكلمات اللي في القاموس، هل ده هيخليه مترجم؟ هقول لحضراتكم لا، القواميس لا تصنع مترجم. واللي حضراتكم مركزين في السؤال عليه حفظ الكلمات، نقف عند حفظ الكلمات عشان ننهي القضية دي مبدئيا. حفظ الكلمات يا سادة، انت بتعمل ايه بالكلمات اللي بتحفظها؟ بتضعها في ذاكرتك، وكلما زاد حفظك للكلمات كلما سهل عليك انك تعمل عملية استرجاع واستحضار للكلمة. طيب القواميس سواء كانت مطبوعة او الكترونية بتقدم لي نفس الخدمة. يعني ايه بتقدم لي نفس الخدمة؟ يعني اذا عرض لي كمترجم كلمة وانا مش عارف معناها برجع للقاموس، لان القاموس فيه شروحات وتفسيرات واستيراد واستخدامات اكتر تزنها في دماغي. لكن في حاجة اسمها الحد. يعني ايه الحد الادنى؟ الحد الادنى للمعرفة باللغة هو ان انت يكون عندك المام بقواعدها، طرق تركيبها، انك تكون مقتنع من جواك ان استخدام الكلمة بيختلف وفق السياق. طب انا ممكن اخش مشروع ترجمة او ان انا ابقى مترجم بكم كلمة،
200 اللي عمل القاموس اللغوي مش مترجم. ايه هو الحد الادنى لعدد الكلمات المفروض احفظها عشان ابقى مترجم؟ هقول لك اي عدد من الكلمات انت بتحفظه فهو مجرد توفير لجهدك في البحث عن الكلمة داخل. انا ما غيرتش حاجة في الصوت، انا لسه. تعالوا نتخيل الاتي، اي اخ او اخت فيكم قررت انها تنزل تعمل شوبينج. طب الشوبينج ده محتاج فلوس، الفلوس ليها وسيلتين، كان زمان سرة الدنانير والفلوس بتتحط في الجيب وما بتقدرش تتحرك الا في اطار ما هو متوافر في جيبك. دلوقتي لا، بقى في ATM وفي انك ممكن تسحب بالفيزا وهكذا وهكذا وهكذا. نفس العملية دي هي العملية عندما يتعامل المترجم مع الكلمات. زمان كان البني ادم محتاج انه طول الوقت يزود ثروته اللغوية عشان يقدر يسعف نفسه بالكلمات، لان كان اذا اراد ان هو يدور على كلمة كان بيضطر ان هو يرجع للقواميس المطبوعة. وفي بعض الاحيان، لا كان في قواميس زمان، كان في قواميس، لكن انا بتكلم على السرعة، لان القواميس موجودة دايما، لكن كان الامر اشبه بان انت فانت مضيف فلوس. اذا فالكلمات بالنسبة للمترجم زي النقود بالنسبة للمشتري، اذا كان معاك سيولة حبا وكرامة وتيسر لك الامر. طب ما كانش معاك، هل ده معناه انك مش هتشتري؟ لا، هتشتري، ممكن انك تلجأ للقواميس وكانت مطبوعة او الكترونية. اذا فالقضية هنا هي مش قضية انت متوافر معاك قد ايه، هي هيك الوقت في البحث. لكن اللي عايز اقوله خاصة لاخواننا او اولادنا حديث التخرج او اللي بيدرسوا ترجمة، من الرجوع للقاموس. بالعكس، حتى لو انت على الكلمة ارجع للقاموس، شوفها مكتوبة ازاي، شوف ايه المعاني المرتبطة بالكلمة، ساعتها هتكتشف ان ثقافية بتزداد دايما، ودايما بيكون في بينك وبين الكلمة نوع من انواع التواصل من خلال ترددك على القاموس، لان موطن او مسكن الكلمة هو القاموس. فكلما تزورت مع الكلمة، زرت القاموس، كل ما نشأ بينك وبين الكلمة ارتباط ورسخت في ذهنك، فبالتالي بيكون اسهل عليك استرجاعها. لكن القضية زي ما قلت لحضراتكم مش انت حافظ كام كلمة، لا، لكن القضية هنا انت قادر تستغل الكلمات اللي موجودة عندك ازاي وليه. كل انواع القواميس بنجدها بتخدم غرض واحد. ايه هو الغرض الواحد؟ ابانة معاني الكلمات وتوضيح استخداماتها في المجالات المختلفة. كلامي مش معناه ان الممارسة فقط هي اللي هتخليك تحفظ الكلمات، لكن كلامي معناه انك قادر على انك تزود ثروتك اللغوية وقت ما تحب وبالقدر اللي انت عايزه. وان لم تستطع انك توفر لنفسك ثروة لغوية يمكنك الاعتماد عليها وقت الحاجة،
عندما لا تتوافر المراجع مفيش مشكلة، حدد لنفسك نوع من أنواع الأوراد، مجموعة معينة كده. أنا النهاردة هحفظ عدد معين من الكلمات. إزاي أزيد الثروة اللغوية بتاعتي؟ طبعا هو لحسن الحظ إن أسئلتكم ماشية في السياق اللي أنا شغال عليه. زيادة الثروة اللغوية بتيجي من الممارسة. النسيان وارد، مسألة نسيان الكلمات ده أمر وارد، عشان كده وجدت القواميس، وجدت المراجع اللي في حالة لما تنسى معنى كلمة أو يختلط عليك أمر كلمة ارجع للقاموس. إذا استخدمنا التعبير الدارج وقلنا ان صاحب كل صنيعه كل صنعه هو صنايعي، اذا فادواتك انت كمترجم صاحب مهنه من ضمنها القواميس. الممارسه الخاصه باستخدام اللغه او اللي هتخليني ارفع من مستوى ثروتي اللغويه بتكون بالقراءه، بتكون بالاطلاع، بتكون بدراسه استخدامات الكلمه في سياقات مختلفة. لو في حاجة تمام.